في البداية خلينا أقول لكم إن كلنا نرجسيين بس بمراحل. يعني الخمس أنماط اللي حكيت عنهم هتلاقي في نمط ولا اتنين بيمسونا، لكن أصعب مرحلة من المراحل الشخصية النرجسية المتسلطة والشخصية اللي عندها جنون العظمة، لأنه بيأذي غيره قبل ما يأذي أي حد. فلو أنت شخص نرجسي تعالج نفسك إزاي؟ أنا شخصيا أشك إن أي شخصية نرجسية يحاول أصلا يغير من نفسه، لأنه شايف نفسه جامد جدا وملوش عيوب. لذلك في دراسة أمريكية اتعملت وبتقول إن الشخص النرجسي لما بيقعد مع طبيب نفسي ممكن يقعد حوالي 3 أو 6 شهور علشان بس يعرف إن عنده اضطراب الشخصية النرجسية. فلو أنت اقتنعت إنك نرجسي يبقى الموضوع سهل جدا ومحلول، لأن الشخص النرجسي ممكن يكون عنده كاريزما عالية جدا وقوة حضور، ولكن ينقصه بس الدفء، التعاطف مع الآخرين ومع الناس اللي حواليه. فتعود إنك تعمل 3 حاجات. رقم 1 إنك تسمع للناس كويس. رقم 2 إنك تتفاعل مع الحاجات اللي الناس بتقولها. رقم 3 إنك تحاول تقدم المساعدة. النرجسي البيور الخام بياخد الكلام من الناس ويبتدي يحطه لنفسه، ويفضل بقى يتكلم عن نفسه كتير جدا ويقول أنا وأنا وأنا وأنا. لكن لو أنت عايز تتعالج لازم تبدأ تبص للناس وتحس بيهم، مش تبص لنفسك وبس. طيب إحنا لو حياتنا شخص نرجسي نتعامل معه إزاي؟ رقم 1 أنصحك إن أنت أصلا تبعد عن الشخصيات دي. طيب لو الشخصيات دي هي محور حياتنا زي الأهل بقى، والدك والدتك جوزك مراتك أيا كان، العمل إيه؟ الحل من وجهة نظري هو فعال شوية بس محتاج شوية صبر. رقم 1 لازم تكسر حلقة الإعجاب بنفسه والاهتمام بالذات اللي هو عايش فيه، إنك تكون إنسان واثق من نفسك وعندك برضو نجاحاتك الشخصية وإنك معجب جدا بنفسك وإنك مش أقل منه وراسك براسه. الشخصية النرجسية وقتها هتبدأ تتلاعب بيك وتحسسك إنك ظالم ومش مقدر قيمته هو كشخص. وأي شخص نرجسي بيحس دايما إنه مظلوم ودايما هيحسسك إنك غلطان في الوقت ده بالذات. وقتها أوعى ترجع خطوة، التراجع خطوة واحدة هيبوظ كل حاجة. ودايما ابحث عن دعم، دور على ناس يكونوا بيدعموا الموقف بتاعك، بيساعدوك بمعنى أصح بيطبلولك وبيأيدوا كلامك وموقفك. قد ايه انت شخص عظيم وكبير في نظر الكل وناجح ومحدش يقدر يستغنى عن وجودك. الشخص النرجسي لازم يحس طول الوقت انه له نظير وفي ناس في المحيط بتاعه ليها قيمة والناس بتحبه وبتحترمه. طبعا انا عارف ان الموضوع مرهق ومؤذي عند بعض الناس، لكن احنا قلنا قبل كده ايه، من الاحسن انك تبعد. لكن لو الشخص ده من دمك ومضطر انك تتعامل معاه فدي الطريقة المثلى من وجهة نظري طبعا انك تتعامل معاه، وربنا يعيننا ويعينكم على تحمل النوع ده من الناس. شكرا ليكم والى اللقاء.